مساء النور، مرحبا بكم من جديد مواصلين في رونديفو نوف وفي الأخبار متاعنا العاجلة والأخبار زادة اللي باش نناقشوها. عندنا خبر عاجل ننقلوه من صفحة المحامي عبد الستار المسعودي، عنده 9 دقائق الأخبار من اللي هبط. يقول عاجل من محكمة جندوبة تم الحكم على السيد العياشي زمال بالإدانة 1 عام و8 أشهر، هذا نقلا عن المحامي عبد الستار المسعودي. موجودة تدوينة على صفحته على الفيسبوك، عندها 9 دقائق بالضبط تعليق في ساعة. بسام، هو من الناحية الإجرائية القانونية هذا القانون، القانون الانتخابي شو يقول لك؟ يعني يقول لك كل من يثبت يعني تزوير التزكيات أو على الأقل خلينا نقولوا لهنا مدام القضاء أصدر حكم، يعني وكأنه فما إثباتات قضائية. على كل حال هو حكم ابتدائي، لكن هنا حبيت نفتح قوس وعودت أنا حكيت عليها مسألة التزكيات هذه اللي أربكت المسار الانتخابي في تونس وخلته ربما يدخل في بلبلة كبيرة. كنا خايفين من البيت رواه يا أخي، التزكيات هي اللي أثارت الجدل كبير، بخلاف العايشة زمال البارحة عربية حقوق الإنسان تقول أنه فما تشكيات من مواطنين بأن هناك تزكيات منحت لقيس سعيد وهم رافضينها من طرف شركة أهلية. هاو ريت الباب الكبير متاع التزكيات اللي افتح الباب أمام مشاكل كبيرة على هيئة الانتخابات أن تأخذ بعين الاعتبار وتولي التزكيات بالبصمة، باش ما عاد ينكر حتى حد في الإمضاء متاعه، وزاد باش ما عادش يصير فخ التزكيات في المسار الانتخابي. قبل ما يجينا الأخبار العاجل هذه كان عنا الأخبار اللي باش نناقشوه. أعلن المترشح الانتخابات الرئاسية العياشي زمال الموقوف على ذمة عدد من القضايا تتعلق بشبهة تدليس تزكيات، أنه قرر مقاطعة جميع جلسات التحقيق معه احتجاجا على ما اعتبره أسلوب الهرس الذي يمارس ضده وما وصفها بسلسلة المحاكمات السياسية، مؤكدا تمسكه بحقه في القيام بحملته الانتخابية حرا طليقا بين أبناء شعبه ومناصريه وفق بلاغ صادر عنه اليوم. لكن قبيلة شوية المحامي عاصي عبد الستار المسعودي ينشر وأنه تمت الإدانة لعام 8 أشهر. رياض، تعليقك. هو على كل حال عياشي زمال رفض اليوم المثول أمام القضاء في المحكمة الابتدائية بجندوبة، وكان قد يعني اعترف كتابيا بأنه يرفض يعني حضور الجلسة اليوم، وأكد في هذا الاعتراف الكتابي اللي كان ببصمته وإمضائه بأنه دون أي سبب يذكر. معناتها هو اليوم حينما رفض يعني الذهاب للمحكمة وحضور الجلسة أمضى اعترافا كتابيا أكد فيه بأنه بمحض إرادته يرفض الحضور في هذه الجلسة، وأكد بأن ذلك دون أي سبب يذكر، وصحح هو في الاعتراف هذا وكذلك بالبصمة امتاعه. ولكن هذا بطبيعة الحال مجلة الإجراءات الجزائية في الفصل 141 واضحة، يعني حينما يتم تبليغ المعني بالأمر باستدعاء ويرفض يعني بمحض إرادته الامتثال وحضور الجلسة، فإن الجلسة لا تتوقف عليه ويصدر الحكم على اعتبار أنه حكم حضوري، لأنه هو من رفض يعني تلقائيا أنه يحضر الجلسة هذا. وأعتقد أنه هذه الممارسة أسوة براشد الغنوشي، زاد خلينا نذكروا أحلام أنه هذه الممارسة هذه متاع مقاطعة الجلسات والتحقيقات شفناها كذلك مع المجرم راشد الغنوشي المودع الآن في السجن على ذمة العديد من القضايا، خاصة القضايا ذات الصبغة الإرهابية. شفنا راشد الغنوشي في كل مرة يتمرد على القضاء، يتمرد على القانون، لا يعترف بالدولة، لا يعترف بقضائها، لا يعترف بمؤسساتها، ومن ثم تجدهم معناتها يتبكاوا على شروط المحاكمة العادلة. انت رافض، انت متمرد على الدولة، لا تعترف بقوانينها، لا تعترف بمؤسساتها، لا تمتثل لجلساتها ولقضاتها، ومن بعد تحكي على شروط المحاكمة العادلة. والأتعس من ذلك أنه عياشي زمال مترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في 6 أكتوبر، كيف تطرح نفسك مترشحا لتقلد أهم وأخطر وأدق معناتها منصب في الدولة وأنت لا تحترم القانون، وأنت تتمرد على الدولة، وأنت لا تعترف بمؤسساتها، لا تعترف بقضاء، لا تمتثل يعني للقضاء. الحقيقة هذه مفارقة عجيبة وغريبة، ومن ثم نجد من يتحدث عن التنكيل والتحامل. ليس هناك أي تنكيل وليس هناك أي تحامل، وهذا من المهم زاد أن الشعب التونسي يعرف المعطى هذا، أنه راهو عياشي زمال تعلقت به
على الأقل إلى حد الآن 65 شكاية توجه بها المواطنين لمراكز الأمن والقضاء في علاقة بالتدليس وفي علاقة بالتحايل وفي علاقة باستعمال معطياتهم الشخصية في التزكيات الخاصة بهذا المترشح. وبالتالي أعتقد أنه الحق بين والباطل بين. اليوم أول حكم يصدر في عياش زمال من المحكمة الابتدائية بجندوبة، غدوة زاد عنده جلسة في سليانة، عنده زاد تتبعات في القيروان، في منوبة، في تونس اثنين، وعديد هي التتبعات. وفي علاقة بنفس الشيء شراء الذمم والتحيل وتدليس التزكيات. ومرة أخرى هذا الحكم بطبيعة الحال أنت تعرف أحلام راهو الاحتفاظ ومن ثم الإيداع ومن ثم إصدار حكم ابتدائي بسنة وثمانية أشهر، معناتها تقريبا 99.99% الإدانة ثابتة، واللي يدلس ويتحيل رغم ما نجموش نمنوه على بلاد. بسام، يبدو أنه إحنا قدام مرحلة جديدة، قدام تطور جديد في الانتخابات الرئاسية الحالية، معناتها توا بصدور حكم على أحد المرشحين، نحن قدام سيناريو جديد أو تطور ملفت ومهم. هو سيؤثر على سير العملية متاع الحملة الانتخابية، لكن هو هذا حكم ابتدائي مهوش حكم قضائي، مهوش حكم بيت، يعني مهوش مش يخرج من السباق الانتخابي العيشي زمال بالحكم الصادر اليوم، وسيواصل ربما اسمه وبقاؤه في القائمة الانتخابية، لكن هذا أكيد جدا سيؤثر على سير الحملة الانتخابية، لأنه ربما أعضاء الحملة الانتخابية وهيئة المحامين المدافع عن العيشي زمال كانت تترقب مواصلة التحقيق معه في حالة صراح ليقوم بحملات الانتخابية بخصوص عدم حضوره في الجلسة. أنا نعتبر أنه هذه طريقة احتجاجية وليس تمرد على القضاء، لأنه عدم حضور الجلسات هذا كانت حتى المعارضة تمارس فيه سابقا في عهد بن علي وفي الكثير من الأزمنة، يعني هو طريقة احتجاجية لا أكثر ولا أقل، ليس تمرد على القضاء. أنا هذا تقديري الشخصي. يبقى سؤال مطروح، أنا كمشاهد نقول علاش مثلا ما تمش التسريع في المهدية بإجراء التحقيقات الأمنية مع الأشخاص اللي قالوا هناك تزكيات لم نمنحها لقيس سعيد، وراسلتنا هيئة الانتخابات وقالت أنه زكينا قيس سعيد. لهنا الأسئلة المطروحة هذه تفتح الباب أمام تأويلات كثيرة، تأويلات كثيرة هذه ربما تخلي المسار الانتخابي مرتبك جدا. ونعاود نقول اللي راهي آلية التزكية هي اللي خلقت الإشكال في المسار الانتخابي هذا. هذا يناقش رو بسام ما راو كيف نحكيه على الممارسات الاحتجاجية من هذا النوع، ونستشهدوا بما كان يحصل حتى قبل 14 جانفي 2011. تما هذيك المصيبة راو هي احنا في البلاد هذه، نعتقد انه كل ما كانت تأتيه المعارضة قبل 14 جانفي 2011 معناتها حاجة باهية، وهما بالحق مناضلين وفوار ومنزلين من السماء ولا يخطئون. هذه الحاجة الأولى، خلينا نتفاعل معك. الحاجة الثانية، راو كيف تكون معناتها مترشح لرئاسة الجمهورية اللي هو أخطر وأهم وأدق منصب في الدولة، راو يلزمك تكون أنت مثال في احترام القانون والامتثال للمؤسسات ولا سيما منها القضائية. الحاجة الثالثة، من حقك تقاطع الجلسات، وهو قاطع وأمضى على اعتراف كتابي بأنه ليس هناك أي سبب يذكر وأنه بمحض إرادتي يرفض الامتثال. لكن ما يخرجوش من بعد ناس معينين يحكيوا على التنكيل وعلى عدم احترام شروط المحاكمة العادلة. تي انت ما حبيتش تمثل امام القضاة وامام القضاء باش تدافع على روحك، ايش نعملك؟ ايش نعملك كدولة وكقضاء؟ ايش نعملك؟ هو في كل حالات ما تتوقفش الجلسات، يعني سواء احضر او ما احضرش. هو شكل من الاشكال الاحتجاجيه، لكن بالطبع الجلسات تتوقف، والدليل وانه قبيله شويه صدر الحكم هذايا اللي قلنا نعرفوا اللي هو حكم ابتدائي مش حكم بيت، لكن يبدو انه احنا قدام تطورات قد نشهدوها الايام الجايه، واحنا نتبعوا كل يوم لهنا شنو هو اللي يصير وشنو هو اخر التطورات اللي تصير في الانتخاب. بربي التطورات هذه والله أنا أتصور أنها بشتربك الناخب التونسي، خلينا نقوله مش المتسيس، الناخب العادي. كيفاش بشتربك؟ مش معناها راو انتهى المسار الانتخابي بإدانة، أما ثم ناخب تونسي ربما ستثيره الكثير من الأسئلة. هل اليوم ولينا في مسار انتخابي ربما غير قانوني؟ في على فكرة مش أول مرة راو يصير هذايا، راو هذايا المسألة هذه صارت قبل تحصل حتى في الكثير من الدول. لا حصلت عندنا زاد في تونس قبل، نذكروا مع مرشح سابق أمريكا
امريكا تدعي الديمقراطيه محاوله اغتيال مش حتى يعني هذا امر طبيعي انه تحسن الاشكالات هذه ولا يوصلنا احنا كل شيء الله لا يوصلنا لكن انا بالحق يعني سخفني الناخب التونسي اللي اليوم في مفروض راهو يطلع على البرامج يلقى روحه يستمع الى اخبار ايقاف وسجون العموم الانتخابات اليوم بسام في العالم كما قاعدين نتبعوا معناتها خرجت على البرامج وانطلقت الى اشياء اخرى كبيره وكبيره برشا معناتها نشوفوا الحملات الانتخابيه احنا حاجه سوفت راهو بارامون معناتها نتسميو مش في اطار بطبيعه احنا في اطار نحترموا القانون ولا نتدخل في سير العمليه الانتخابيه لكن اليوم عموما الاجواء الانتخابيه في العالم تشهد برشا تطورات كما قال لك شفنا الاجواء في فرنسا شفنا في امريكا شفنا في روسيا شفنا في عديد الاماكن شفنا حتى رئيس لا يعترف برئيس لانه فما حاله حرب ما بينهم فلاديمير بوتين رفض الاعتراف او مواصله الاعتراف بفولديمير زيلينسكي لانه يعتبر انه خرج على الشرعيه لانه انتهت فترته النيابيه ولم يقم بانتخابات هذه صحيح مواضيع اكبر من مواضيع ان نحكيو فيها لكن تجربه جديده هذاك علاش لكن صارت عنا قبل صار فما مرشح تم ايقافه ومن ثم تم اطلاق سراحه لاجراء حملة الانتخابات دعت الى اطلاق سراحه في اطار ربما ضمان المنافسه النزيهه ما بين كل المترشحين هذاك علاش انا قلت لك مش اسقاط القضيه في حقه تمنيت لو يتم التحقيق معه في حاله سراحه في كل الحالات في فتره حمله انتخابيه حتى حاليا لو كان الهيئه العليا المستقله للانتخابات تدعو الى اطلاق سراحه راهو لا وهذيك دعوه لا تلزم القضاء في شيء راهو القضاء يشتغل بكل استقلاليه مش معناتها بمجرد دعوه من الهيئه العليا المستقله للانتخابات مش يمشي القضاء يسير وقتها ما عدناش عاد نحكيو على دوله قانون هذه الحاجه والحاجه الثانيه انا عكسك انت بسام المواطن التونسي ماهوش مسخفني بالعكس المواطن التونسي المواضيع هذه تساهم في الارتقاء بوعيه ويولي المواطن التونسي فاهم ومتاكد انه اللي يحب يعمل السياسه في البلاد هذه مرحبا به لكن يعملها على نظافه على قاعدة نظافة مش يعملها بالتحيل وبالتدليس وبشراء الذمم وبغيره هذا شنو نحبه احنا وراو حاجة أخرى يا أحلام وأنا ديما هذه نقولها توا من أكثر الحاجات اللي دمرت الديمقراطية خلال العشرية السوداء وأصبحت معناتها مجرد ديمقراطية شكلية هو شنو هو هالتداخل والتزاوج هذا ما بين ما هو مالي وما هو سياسي يا خويا رجال الأعمال هذوما وجماعة اللي عندهم الفلوس يثبتوا لنا أرواحهم يحبوا يعملوا السياسة واللي يحبوا يعملوا الفلوس ويستثمروا ويخدموا العباد وكل شيء راو إذا ما نعرفش صاحب المقولة شكون إذا أردت إفساد ديمقراطية أخدقها بالمال إحنا رجال أعمال تلقاهم معناتها متدخلين في الشأن السياسي ويحبوا يزيدوا يوسعوا من نفوذهم ويحبوا يزيدوا يوسعوا معناتها من مجال التدخل نتاعهم ويحبوا يزيدوا يراكموا المليارديرات والاف المليارديرات لا 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 رجال الاعمال يعملوا السياسه بشكل جيد لا 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 رجال الاعمال شفت رجل الاعمال ماكرون رجل الاعمال ما قلنا بريطانيا احنا من ملك بريطانيا ما قلنا لكل دوله ولكل مجتمع خصوصيته وانت البارح نتفرج فيه قلت لو بعد 7 اكتوبر حتى واحد ما يعلمنا الديمقراطيه احنا خويا هذا رايي انا في تونس ديمقراطية هذه انا نرجع لك تو في حجتك البارح حتى ما يعلمنا احنا تونس اخوي ثبتونا رواحنا رجال اعمال انا فيما يتعلق بالجوانب الاقتصاديه والماليه والمشاكل الماليه اللي عندهم والتجاوزات والخروقات انا قلت راه كيف كل رجال الاعمال في العالم وكنت ندافع عليهم يا رجال الاعمال اخدم على روحك زيد في مشاريعك خدم العباد نمي البلاد وسيب عليك من السياسه وحتى كان قدر عليك ربي وتحب تعمل السياسه يعملها بالنظافه شنو نعملوها بالتحايل وبالتدليس وبشراء الذمم الدستور والقانون الانتخابي يمنح حق لكل تونسي راه كنقولوا لكل تونسي متفقين يعني بما في رجل الاعمال الطبيب المحامي استاذ القانون الكل نحكيو على الثقه توا يا سي بس توا نحكيو ايتيقيا احنا نحكيو ايتيقيا في قضيه وين قلت لك في رد عليك ربي رجل الاعمال تحب تعمل السياسه اخويا اعملها بالنظافه يعني اذا كان باش تعملها بالنظافه رياض كان باش نعملوا الخيارات نتاع السكتريه ذي انت محامي ما ترشحت انت رجل الاعمال ما تترشحش يعني كيفاش التصنيفات اللي باش نختاروها انا بالنسبه لي انا نظافه اليد واحترام القانون واحترام سياده الدوله هذه اسس الترشح للانتخابات رجل الاعمال او غير ذلك فانه اي زوز تحكيو في فكره ذلك انا الحقيقه ضد انه رجال الاعمال يدخلوا في السياسه لكن هو قال لك رجال الاعمال من حقه كاي مواطن تونسي يعمل السياسه باه خلينا نتفقوا على هذه يعملها بنظافه
حتى رجل اعمال يحب يعمل سياسه يعملها بنظافه. هي هذا المطلوب. نمشيو للاخبار اللي بعده. اعلنت اللجنه القانونيه لحمله المترشح للانتخابات الرئاسيه زهير المغزاوي 2024 عدد من القضايا الاداريه بتاريخ 16 سبتمبر الجاري. وبينت اللجنه في بلاغ لها انها تولت تطعن بدعوى تجاوز السلطه في الامر عدد 468 المتعلق بتحديد سقف الانفاق في الانتخابات الرئاسيه 2024، كما لفتت الى تقدمها بمطلب في تأجيل وتوقيف التنفيذ للأمر المذكور. كما طعن الفريق القانوني أيضا في بلاغ هيئة الانتخابات المتعلق بضبط الأسعار المرجعية الدنيا للأنشطة ذات العلاقة بحملة الانتخابات الرئاسية، وذلك بدعوى تجاوز السلطة، مع التقدم بمطلب تأجيل وتوقيف التنفيذ في البلاغ المذكور وفق ما ورد في تدوينة للمحامي أحمد بن حمدان. إذن الفريق القانوني للمترشح للانتخابات الرئاسية زهير المغزاوي يطعن في أمر تحديد سقف الإنفاق على الحملة الانتخابية. رياض، ولا الحقيقة فيما يتعلق بسقف الإنفاق في الحملة الانتخابية خلقت الحقيقة نوع من الجدل، ولكن سمعت حتى اليوم السيد محمد تليلي المنصري معناتها في ربما الإجابة على هذا اللغط اللي صار فيما يتعلق بسقف الإنفاق، قال أنه بالعودة أولا هذا الأمر خارج عن الهيئة، معناتها يحدده رئيس الجمهورية والهيئة تستشار فقط في ذلك، هذا أولا. وثانيا قال أنه راه بالعودة لتقارير محكمة المحاسبات إجمالا كل المترشحين معناتها في الانتخابات الرئاسية السابقة سواء 2019 ولا 2014 عموما كان معناتها حجم الإنفاق في حدود 126 ألف دينار، وبالتالي هما زادوا شوية حطوها 150 ألف دينار. يعني هو يعتقد ربما هو يناقش أو للأمانة خاطر ربما فما تضخم، ربما فما التهاب في الأسعار، ربما معناتها كما 2019 مش كما 2014 ومش كما 2024، هذا يناقش الحقيقة. فما واجهة من هنا ومن هنا، خاطر احنا نحبوا زادة حجم الانفاق يكون معقول بما لا يضيق على المترشحين ويخليهم يعملوا حملات انتخابيه بطريقه مرتاحه شويه، ولكن زاد رانا ضد هكا البهرج اللي كنا نشوفوا فيه. شوفوا فيه راهو 150 الف دينار ما تعمل لك شكل البانوات والليكرونات والبهرج اللي كنا نشوفوه معناتها في انتخابات 2019 ولا في انتخابات 2014، اجتماعات شعبية كبيرة، اجتماعات شعبية والكراءات واجتماع كبير معناتها في قصر المؤتمرات ولا أدري ماذا. دونك ما نحبوش البهرج، ولكن نحبوا زاد المترشحين معناتها يعملوا حملاتهم الانتخابية بأريحية. لكن عموما هذه هي معناتها زوز وجهات النظر. اي الفريق القانوني تويكا نتاع سي زهير المغزاوي يعتقد انه المبلغ هذايا شويه بسام، انه ربما اليوم فما مصاريف تنجم تتجاوز ال 150 الف دينار، وانه هو قد يعتبر شكل من اشكال ربما التضييق على المترشحين. هو اللي فهمته انا الفريق القانوني المغزاوي يعني بعد تجربه نتاع خمس ايام لقى روحه ماديا محصور برشا، خاصه من ناحيه الاسعار المرجعيه الدنيا للانشطه هذه، لقى انه غير ممكن اجراء حمله انتخابيه لمده 21 يوم بهذا السقف المحدد 150 الف دينار، او كما يقولوا 150 مليون التوانسه. لقى انه ربما في تضييق خناقي كبير، للاسف جينا نتصداو ل المال السياسي الفاسد وللعرس الانتخابي ما بين ظفرين والبهرج والفلكلور اللي كان يحصل سابقا، لقينا رواحنا نضيقوا في الخناق على المترشحين، لقينا رواحنا نمنعوا في الكثير من الناخبين من انه يتحصل على المعلومه الانتخابيه، لانه 150 الف دينار مش يمكنوك انك تعمل فلاير مطويه لكل ناخب تونسي، هذا مش يمكنك منه. انا حسب رايي انا المشكل العميق هو الطرف المشارك والمتسابق في الانتخابات الرئاسية هو الذي حدد السقف الأعلى اللي هو رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية ربما يريد لكل حملات الانتخابية أن تجرى مثل ما أجرى هو الحملة الانتخابية 2019. هو الرجل يبني أفكاره ربما على الزهد، ويرى أن الحملة الانتخابية لا تتطلب اجتماعات شعبية ولا تتطلب ربما تأجير قصر مؤتمرات، لذلك حدد هذا ربما السقف بناء على تقديرات محكمة المحاسبات. لكن في المقابل فما أحزاب سياسية عندها ربما عناصرها وعندها أنصارها في الأحزاب في الجهات تحب تتنقل لها وتحب ربما توصل لها أفكارها، هذا ما يتطلب ما نجمش يكون شكل من أشكال المحافظة على المال العام بسام.
هو مش مال عام، لانه التمويل ماهوش من الدوله، فهمت؟ التمويل فيه تقريبا 20% لازم يكون ذاتي من المترشح، وكذلك من تبرعات من اصدقائه او من الحزب اللي هو فيه. لكن هذا يخلق احلام، يعني تضييق كبير على المترشح، ولا يدور في دائره ضيقه. راهو كي تشوف سعر تقريبا ستيكه الماء 8000 وهي تباع عند العطار بخمسه دينارات، يعني كيفاش تحدد السقف هذايا؟ الله اعلم. وقت تشوف سعر الساندويتش تقريبا 8000 زاد او 10000 اللي هو في يعني في الشارع التونسي بخمسه دينارات، هذايا يزيد راهو يخلق ربما ضعف في الحمله الانتخابيه ويخليها في دوائر ضيقه. صحيح هيئه الانتخابات هي تم ربما استشارتها في هذه المساله فقط، لكن كان من الاجدر عليها ان توسي و بأخذ الأخذ بعين الاعتبار نسبة التضخم اللي حاصلة، لأنه الأسعار وغلاء الأسعار وغلاء المعيشة، وأنه 2019 ماهيش 2024. سعر الفلاير كان ب 120 دينار، نتصور ب 120 فرنك يعني 2019، اليوم تقريبا 250 مليم. هذا كان لابد من الأخذ من العين الاعتبار، لكن راهو مهم زاد أنه ما نحلوش الباب برشا للمال السياسي الفاسد و للبهرج اللي شفناه في فترات سابقه للاسف الشديد. اشرفت امس وزيره الصناعه والمناجم والطاقه فاطمه الثابت على موكب توتشين اول مركز في منطقه الشرق الاوسط وافريقيا للتجديد في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك بمقر القطب التنموي بسوسه. وسيوفر هذا المركز الموارد والتدريب والابحاث اللازمه لتطوير الذكاء الاصطناعي وتطبيقه من خلال معهد انفيدا للتعلم المتطور ديب ليرنينج، كما سيتم من خلاله الجمع بين الجامعات وشركات التكنولوجيا والمتخصصين في هذا المجال، إلى جانب العمل على إنشاء نظام بيئي داعم لتعلم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته. شنو تعليقكم بعجالة على الخبر؟ ما عادش عندنا برشا وقت. رياض، والله هذه حاجة ما نجمو كان نثمنوها في إطار تحبوا الأخبار الإيجابية. تحبوا الأخبار الإيجابية بتبيع. والله التوانسة ما تعطشين للأمل يا أحلى، وما تعطشين للأخبار الإيجابية. والتوانسة على عكس معناتها خليني نقول جزء من النخبة المتهالكة والمتساقطة هذه اللي ما عندها حتى علاقة بالشعب التونسي، راهم بالحق يخزروا لبلادهم وعندهم أمل في بلادهم متمسكين ببلادهم. دونك نتجاوزوا الخبر هذا. الحقيقه ما نجم كان يفرحنا، ومن المهم جدا انه بلادنا تواكب التطورات معناتها صايره في العالم على المستوى التكنولوجي وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، ولكن يلزمنا ديما نواكبوا هذه التطورات لكن بمسافه نقديه وبحذر شديد زاده، لانه هذه التقنيات والتكنولوجيات وكل شيء راهو ما جبناهاش احنا، راهو جابها الغرب، والغرب راهو هو من يعرف تفاصيلها وثغراتها وكيف كذلك يوظفها. وفي حرب هكا تشوف معناتها الحرب اللي قايمه، تشوف على العمليه اللي صارت معناتها في بيروت معناتها بهذه التكنولوجيا المتطوره وكل شيء. دونك يجب ان نواكب التطورات في العالم. الذكاء التونسي موجود، الكفاءات موجوده، نواكبه ولكن بحذر شديد. هكا نهارات بسام نتفرج في حوار على اساس انهم اجراوه مع الرئيس السوري بشار الاسد. خيل لي، صدقني خيل لي انه حوار حقيقي، والحال انه وجهه صوته ولكن مش هو. معناتها بعد كي تسمع المضمون نتاع الحوار ما ينجمش معناتها انسان عاقل ورئيس دوله كيما سوريا ورئيس كيما بشار الاسد ينجم يقول معناتها الكلام هذاك. دونك الحقيقه ردوا بالنا برشا زاد الحقيقه. أنا الذكاء الاصطناعي خاف منه في حاجة واحدة، توا فما ولاو يرتكبوا في جرائم ويقول لا مش صوتي هذاك بالذكاء الاصطناعي. عندنا موقف، والعكس صحيح، عندنا موقف سياسي قال راهو مش صوتي، تم تغييره بالذكاء الاصطناعي في القضية هذه، وتقريبا الحادثة تكررت اليومين هذوما. في خصوص التدشين، أنا في الحقيقة نعتبر انه تونس تبادر بافتتاح مراكز مختصه في الذكاء الاصطناعي، هذا مهم جدا، وانه نكونوا سباقين هذا مهم جدا. لكن للاسف الشديد لاحظت انه ديما نبادروا وما نكملوش، نقفوا في اول الطريق. مثلا في رقمنه الاداره التونسيه احنا مش شاد يحكي عليها من 2016، مازلنا احنا ما كملناش مشروع الرقمنه. احنا وليد تلميذ نقولوا له رسم عن بعد وبعد نطلبوا منه يجيب ورقه، لا لازمك تجيب موضوع كبير، يعني يلزم المواكبه تكون مواكبه فعليه. ولهنا نحذر زاده من مساله الامن السيبرني، راهو لازمنا نكونوا على استعداد. شكراً. كامل ل شكرا ليك بس وصلت الفكره. شكرا رياض، وصلت الفكره. نمشيو الفاصل ونرجعوا نواصلوا في رونديفو 9.